السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نوضح لكم الناس اللي بغوا العتيبية، بغوا المحل اللي فيه العبايات ب 160. هذا برص الفروج شفتوه، وحنا غادي ندخلوا من هذا الشارع هذا اللي مقابل معاه، وغادي نمشيو. ايوا شوفوا المحل هو هذا، راه على الشارع، المحل قريب اخر دخله فقط. هذا هو المحل ديال العبايات. وهذا المحل، شوفوا هاد العبايات اللي عندهم، هادو ب 150. هادشي كله يعني كيتصايب مع الناس. راعيكم شوف، هانتوما هادي أول شي تعرفو راه المحل هو هذا. الناس اللي شايفين الفيديو غيعرفو هاد العبايات هادو، شوفو. شوفوا هذه الاشكال اللي عنده، انا صورت لكم الكرت. يا عمي انا شوفوا والله المحل فيه الزحمه. شوفوا هذا، هذه بكم يا محمد؟ لا ما بغيتش. هذه بكم يا محمد؟ هذه 160. هذو 160. ها هذه في مدينة ما فيها 140. وصورت لكم هذا المحل، هذا صورت لكم على الشارع العام. شوفوا اسمه مركز منافس الاسعار، عنده الفساتين البناتي، عنده اسعار 60 ريال للفستان. وقولوا ما كاينش رخاء، 60 ريال للفستان، اعياد مناسبات، عنده الاشكال والالوان. كل الفساتين البناتي ب 60 ريال، 60 ريال يعني قول شي 3000 ريال، 3000 ريال فستان. ايوا هانتو 3000 ريال مغربي. انا نصور لكم، انت نصيفطر في الواتساب وشوفي فنين. هو الالوان والاسعار، وعنده الجلابيات، عنده كل شيء، عنده شيء رخيص وكاين على الشارع العام، راه على الطريق. ايوا هانتو جمال يا سلام. نتمنى لي اول مره كيشوف قناة الدريد اللي يشترك ويدير لايك ويبارطاج الفيديو. الله يحفظكم، الله يسلمكم، اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها الله يرزقنا. راه عنده جميع الاصناف ديال الفساتين، عنده ب 60 ريال، واي فستان مشجر ب 80 ريال. قولوا يا بلاش، اتمنى يعجبكم هذا الشيء، زين ومخفق وانيق وزوين، والسعر مناسب، سعر فن صراحه. شكرا لكم على المتابعه.